مكان عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببير مراد رئيس بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد سمار من تفكيك أخطر شبكة إجرامية مختصة في السطو على المصانع. وقع القضية كانت عن طريق تلقي تبليغ على الرقم الأخضر 1055 من مركز العمليات بالمجموعة، مفاده تعرض مصنع ببلدية واد سمار إلى عملية سطو مسلح من طرف مجموعة أشخاص دجاجين بالأسلحة البيضاء ويرتدون أقنعة. التدخل الفوري والسريع لعناصر الدرك الوطني مكن من توقيف 3 أشخاص في حال التلبس يضعون أقنعة وقفازات وبحوزتهم الأدوات التي تم استعمالها في عملية كسر وفتح الأبواب، مع استرجاع الأشياء المسروقة المتمثلة في مبلغ مالي قدره 11 مليون سنتيم، 4 عجلات مطاطية، 4 بطاريات، أجهزة إلكترونية ومختلف الأشياء المستعملة في السرقة. التحقيق المعمق لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببير مراد رئيس عن طريق استعمال أحدث تقنيات التحري والسماع مع استغلال تسجيلات الكاميرا والفيديوهات المسترجعة من طرف جميع الضحايا لمختلف المصانع، وتحت إشراف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا مكن من توقيف كل أفراد الشبكة والمقدر عددهم ب6 أشخاص مع حجز سيارة ودراجة نارية كانت تستعمل في عمليات السرقة، مع حل عدة قضايا عالقة لنفس الأسلوب المنتهج من هذه العصابة. أفراد الشبكة سيتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا فور انتهاء من التحقيق.